بطاطس اللي من المطبخ الإيطالي وهي نيوكي. النهاردة هنعملها بالبيستو، وبيستو عين الجمل كمان مش الصنوبر، لأن الصنوبر بقى غالي زيادة. طيب عايزين نص كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، عايزين نص كوباية دقيق ورشة ملح. خلاص كده احنا عندنا عجينة النيوكي. الصوص بتاعتنا ربع كوباية زيت زيتون، نص كوباية عين جمل محمص، نص كوباية جبنة بارميجان مش موجودة استعمله الرومي، كوباية ريحان أخضر، ملح وفلفل، ولو حابين تحطوا معلقة صغيرة صنوبر مقلي للوش وجبنة بارميجان. أوكي يلا بينا نحط البطاطس بتاعتنا، نحط عليها شوية ملح. فين الملح؟ اهو شوية ملح، رشة صغننة من الفلفل، وهنبتدي دلوقتي نحط عليها الدقيق. دقيق 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 لغاية ما تبقى الخليط عندنا قابل للتشكيل. بس بنفضل كده نعملها لغاية ما نقدر نشكلها. بتتشكل بقى هي بكذا شكل، انا هقول لكم على شكل سهل وسريع، وهقول لكم على الشكل اللي هي بتتعمل بيه التقليدي. طبعا دلوقتي هم كتير عاملين اشكال والوان منها، ولكن احنا بنتكلم على التقليدي بس. طيب بصوا يا حبايبي، احنا دي الطريقة اللي هي سهلة خالص للي مش عايزين يقعدوا يشكلوا في النيوكي بتاعتنا، وهنعمل معاكم الطريقة التانية برضو. بس خليني احنا نعمل ايه دلوقتي؟ طب استنوا بصوا هنعمل كده، احنا حاطين مية على النار خلوا بالكو. هنعمل ايه؟ هنجيب شوكة، شوكة كده، وهنبتدي نعمل ايه، نبططها بس شوية كده، ونيجي هنا خليني احطها بس على الدقيق، ونيجي هنا انا مش باينة انا اهو. بصوا هنعمل كده، شايفين كده، لازم بس الشوكة يبقى فيها شوية دقيق كده. بعد ما عملنا كده بنجيب السكينة وبنقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه، يعني مثلا نقول كده 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 اهي، شايفين. بصوا يا حبايبي الطريقة التانية ايه، ان احنا بنجيب حتة كده قطعة وبنعملها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهي كده كده. بجيب بعد كده شوكة وبعمل لها كده كده اهو، بصوا فهي بتلف كده، شايفين اهي، بيبقى ده شكلها كده. اوكي شويه كده حلوين، خلينا بس نخلطهم مع بعض كده في السريع مع رشه ملح. يلا يلا خلينا نروح نعمل الصوص في السريع. خلاص كده صح. يلا هناخد بقى دلوقتي الجبنة يا بارميجان، لو مش موجودة استعملوا الرومي، ما تضايقوش نفسكوا خالص. شوية جبنة كده بارميجان، وعندنا هنا زيت الزيتون. أكلة إيطالية بامتياز، واتعملت معاكم كده يعني كلها واحنا مع بعض. هنحط بقى دلوقتي الصوص ونخليها على النار بس لغاية ما كله كده يتقلب مع بعضه، وتبقى كده جهزت عندنا النيوكي اللي بصوص البيستو. خلاص كده احنا جاهزين، بس كده
شايفين بس كده اهو من مية السلق نفسها عشان يفضل الطعم منه فيه.